Cho chị cái bông Dạ. quen. Chấm cho chị xíu nước muối nữa. Chấm ít thôi. Quay cái mũi á. Không to rồi. Đưa gần vô. Nó khó cầm đi. Bật sơ sơ cái quạt cho nó thoảng thoảng qua nè chị xí. Bật một bên thôi, cho nó thoảng thôi. Qua đây gió không bài tóc á. Điện thoại chị phải không biết. Alo. Dạ alo chị Loan hả? Chị Nga. Giờ có đang làm chị, giờ em chạy xuống luôn. Có em. Dạ, đưa em xuống luôn rồi, tầm 5-10 phút là em xuống tới tiệm luôn. Tăng An nghe. Dạ, em biết chỗ đó rồi. Ok. Đang xin điện thoại.
Alo. Thì Loan bên gì Loan làm rồi đó hả? Ừ đúng rồi em. Cái đường tân mình đi chuyển về Tân An nó ở chỗ mỗi gì hè? 20 chỗ ngay bên hông bệnh viện Vinmec cho em. À, ui, bên đi lên xa rồi hả chị? Dạ, ừ em. Rồi rồi, bên đi lên xa lát. Đi gần mà, xíu mấy, thêm mấy phút nữa mấy. Dạ 5 phút nữa dạ chứ vâng mà em. Chạy đường Nguyễn Hữu Thọ quậy 30/4 xíu mấy. dạ bữa em phải đi gần điện đi bữa em hai chạy tới lấy đi nghỉ đó dạ em chào chị. Đi massage cho trời. Nhiều người thích ở gần. Còn nhiều người xa máy cũng đi. Nhiều người đi xong rồi thấy xa quá kìa, nhát đi cái cuối cùng đi làm chỗ khác á, cái không Cái ra mất chi máy cho qua lại. á. Bà này là bà không đi đâu được Đây phải quận 3 này cũng chưa xa. nè. Ở Sơn Trà chạy qua đây bình thường Dạ, Sơn Trà đấy chị. Xuống dưới này. Mặt mình khó rồi. Bữa nay mới đổ chừng này người ăn đó. Mới ăn buổi xong luôn. Rồi. Rồi. Coi có cái cục nó to to nữa. Chào mụn luôn mắng lì ghê đi trời. Mà chút ác mắng lì kinh. أجواءنا النهاردة فلاحي فلاحي، الفطير المشلتت. هنتعلم النهاردة من إيد أم ياسر إزاي تعملي الفطير المشلتت وإزاي تظبطيه على الشعرة، إزاي تعجنيه وإزاي تسويه وإزاي تظبطي السمنة بتاعته وإيه على إيه. هتقول لنا كل الأسرار النهاردة. عايزين النهاردة نقول لها تسلم إيدك يا أم ياسر بجد، والله ينور. الست دي تعبت معانا جدا وهي بتعمل العجين، ودي صنعت إيديها بقى وخبرة سنين يعني. فطير مشلتت يعني فلاحي بتاع المصريين، دي حاجة بتاعتنا احنا بقى، مش بتاعت اي حد تاني، من قديم الازل يعني زي ما بيقولوا. دوسوا لايك للفيديو الجامد دوت، وقولوا لي اذا كنتوا بتحبوا نوعية الفيديوهات ديت، ولا خلينا في المطبخ بس بتاعنا وبلاش نطلع نصور بره. النهاردة ام ياسر قالت لنا ان الفطير بيتعجن بدقيق ومية بس، والدقيق اللي هو جميع الاستخدامات اللي هو ليه العرق اللي هو الخمس نجوم، مش اي نوع دقيق تاني، ولازم يتلت كتير جدا 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 جدا. يعني لو عندك عجانة سيبيه ربع ساعة تلت ساعة، لو على ايدك مش اقل من نص ساعة عجن. كل ما تعجني كل ما يعمل عرق، كل ما هيتفرد معاكي بسهولة. بتسيبيه يرتاح العجين لمدة
ربع ساعة تلت ساعة مش أكتر من كده، وبيتفرد وبيبقى بالمنظر دوت. هي بتفرده على دقيق، مش بتفرده في سمنة خالص، السمنة دي وهي بتطبقه في الآخر. طبعا دي سر صنعتها، بتعملها الفطيرة كلها فردة واحدة، وبصوا في الهواء جواها عامل ازاي وما بتتقطعش منها، وست الله أكبر عليها، يعني ايديها تتلف في حرير. يعني السمنة بتاعتها بقى بتقولي بحط سمنة فلاحي أبيض على سمنة فلاحي أصفر، يعني البقري على الجاموسي على الزيت مخلط. يعني كيلو الدقيق بياخد ربع كيلو سمنة بيضة على ربع كيلو سمنة صفرة على ربع كوباية زيت، يعني بياخد أزيد من نص كيلو، حاجة بسيطة اللي هي الزيت دوت. بتعمل التوليفة ديت بتطلع معاكي أحلى فطير. تبتدي بقى كل ما تطبق ترش كده بإيديها السمنة وتقوم مطبقة عليها زي ما انتوا شايفين. والفطير بيحب السمنة الكتير، كل ما تزودي سمنة كل ما هتبقى حلوة معاكي. والدايت بقى الله يرحمه بقى، يعني هو فطير يا جماعة بناكله كل فين وفين، ما بناكلوش يعني صاحيين فطرانين نايمين واكلين في حضنه، يعني كل فين وفين فطيرايه، كل فطيرايه بقى مظبوطه تمام. لازم ترتاح من نص ساعه لساعه الا ربع، وتقلبها كده وتغطيها علشان ما تنشفش من الهواء، وتبتدي بايديها كده هو تفردها. بصوا كل ما ترتاح كل ما تتفرد معاكي بسهوله. بعد كده هتدخلها الفرن، الفرن الفلاحي اللي هو النار العاليه بتاعته. لو فرن البوتاجاز بتاعنا لازم نعليه على اعلى نار جدا، وبعد ما يستوي هو ما بياخدش وقت، يعني هو كبير وقوي 10 دقايق 7 دقايق 10 دقايق، طبعا عشان الفرن ده عالي جدا فما بياخدش خالص اكتر من 5 دقايق، لكن لو فرن البوتاجاز بياخد له من 7 ل 10 دقايق على نار عاليه جدا، ما بتحطش على وشه قشطه علشان ما تحماش وتحمر وتبقى من جوه نيه. هي دي طريقتها وهي دي اللي قالتهولي انا، بس ايه لغيت الصوت علشان خاطر الدوشه بتاعت العربيات ودوشه الشارع ما كانش الصوت واضح. بتبتدي بقى في الاخر تقرب كده الفطيره ناحيه النار، قال يعني ايه دي الشوايه بتاعت فوق، لان الفران ديت النار بتاعتها يمين وشمال مش فوق وتحت زي الافران بتاعتنا. خلاص بقى بتبتدي تنقلها بعد ما تطلع من النار كده، وتحطها في صينيه تانية وتسيبها تهدى خالص، وتبتدي تلفها، ما تلفهاش وهي سخنه، انا كنت مستعجله بصراحه فلفتها لي وهي سخنه، فايه قشرت كده من على الوش. بتبتدي بقى تقطعيها انت في البيت بقى، وتاكليها مع حته مش كده، ولا جبنه قديمه، ولا عسل ابيض، ولا عسل اسود. يا وعدي شايفين التوريقه يا جماعه السمنه عامله ازاي؟ اه ادوبه من فرط الجمال. عايزين ندوس لايك جامد قوي للفيديو دوت علشان تشجعوني اعمل لكم نوعيه فيديوهات زي كده كتير، وقولوا لي في الكومنتات. وعايزه كمان تقولوا لام ياسر تسلم ايدك، ام ياسر قاعده في واحد خطاب عند مدخل زايد 3. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تاني كتير. باي باي. اهلا بيكم، معاكم شيماء ايمن، والنهارده هنعمل المسقعه الارداحي. مسقعه من غير لحمه مفرومه، تنفع جدا للنباتيين، تنفع جدا لو مستعجله وما عندكيش حاجه وحرشه، وبتاكل وجميله جدا وانت مطلعاها من الثلاجه كده ساقعه. لو كنت اول مره تشوفيني ما تنسيش الاشتراك في قناتي مطبخ شيماء ايمن، وتفعيل كده الجرس علشان يوصل لكم كل حاجه بعملها اول باول. يلا بينا نشوف الطريقه المقادير. ليا شوية نصايح حابة ان انا اقولها لكم وانتي بتشتري بتنجان. اول حاجة لازم تكون القشرة بتاعته بتلمع، ده بيدل على انه صابح وطازة. ابعدي خالص عن الدبلان واللي لونها بني كده فيها من بره، ما بيبقاش بتنجان ما بحبوش يعني، ولا بنصحكم بيه ان انتوا تشتروه. تاني حاجة اشتري البتنجانة الخفيفة، لان كل ما تقلت كل ما كانت مبزرة ومش هيبقى طعمها حلو، هتبقى طعمها ممرر. بعد كده هو بتشتري البتنجانة تكون الخضار بتاعها العنقود بتاعها يكون مزهزه، هو اخضر ونازل كده على نص البتنجانية كده، يبقى حلو كده، مش نص البتنجانية قوي بس يكون نازل كده على البتنجانة، ما يكونش حتة صغيرة ومقلحف كده. تاني حاجة لما اجي يعني اقطعها بلاش اقطعها بالعرض، لان كل ما بتقطعيها بالعرض كل ما بتشرب زيت. دي حاجه انا سمعتها وجربتها ولقيتها فعلا حقيقيه. لازم تقطعي البتنجان بالطول، كل ما بتقطعيه بالطول بيمتص الزيت حوالي 60% بس، لكن لما بتقطعيه بالعرض طبعا بيمتص الزيت 100%. لو انت مش حابه ان هو يمتص الزيت كتير اوعي تحطي ملح وتقولي اسيبه ينزل الميه بتاعته وكده، يبقى انا
مش هيشرب زيت، بالعكس انت كده بتفقدي كل الفيتامينات اللي في البتنجانيه. لو انت مش عايزاه يشرب زيت ادهنيه بحبه زيت ودخليه الفرن، هيتحمر وهيبقى تحفه. احنا النهارده هنقليه مع بعض، وهقلي معاه البطاطس والفلفل الحامي والبارد، وتعالوا نشوف هنعمل ازاي الطريقه. انا بقى الفلفل ما بحبش احمره قوي، وبحب احطه سليم كده عشان اللي حابب يبقى فيه حاجه كريسبي او حراقه يبقى عارف هو بياكل ايه، اللي مش حابب ياكل يعني النوعين يتاكلوا، يعني اللي هو اللي بيحب الكريسبي واللي ما بيحبش الكريسبي الاثنين ياكلوا مع بعض. البطاطس اهي كمان اهي، انا هخليها كده على جنب تتحمر، ونزلت معاها بقى ايه الفلفل ده الفلفل المكبب. انا بحب احمره وبحب قوي مسقعه يبقى فيها فلفل كتير، فهيتحمر ومعايا غطا الحله اللي هو الواقي بتاعي، وطول ما انا واقفه اكون عامله كده وانا بحط وانا بعمل، لو انت يعني لسه جديده علشان ما يفرقعش في وشك. والفلفل بكون شقه شقه صغيره علشان ما يعملش الانفجار المروع يعني اللي بيحصل دوت واحنا بنقلي، فانا دايما ببقى بحمر وببقى عامله كده جزء كده متغطي وجزء متهوي، بس انا دايما واقفه عند الحته اللي هي متغطيه دي، ده للامان. ها للامان للامان. بطاطس اهي كده اتحمرت، انا مش بحمرها قوي بس بخليها ايه تاخد يعني تحميره كده نص تحميره، لان احنا برضو بنسوي في الفرن. هطلع البطاطس وهسيب الفلفل. يتحمر شوية عشان لسه ايه داخل. على مناديل الورق بقى ايه تمتص كل الزيوت دي. انا بحب قوي سندوتشات المسقعة والفول على البحر، استغربوا بحبها جدا وبصراحه بتسد، ويعني حلوه قوي اللي هي وجبه الظهر ديت بتبقى جميله. بس انا هسيبهم بقى يتحمروا كده وايه وارجع لكم شويه نكون خلصنا بقى تحمير كله. انا كده خلاص حمرت كل البتنجان والبطاطس والفلفل وكل حاجه اهو، بحطه في قلب مصفى وتحت المصفى مناديل ورق علشان خاطر تمتص كل الزيوت. هنعمل ايه بقى الخطوه اللي بعد كده؟ نفس الزيت اللي انا حمرت فيه البتنجان هقلله، طبعا مش كل الكميه دي، هقلل الباقي هشيله واخلي حبه صغيره ومعاهم فصين توم، ونرجع نشوف هنعمل ايه. هنا جبت توميه وحمرتها اهو في قلب نقطتين الزيت، يعني صفيت بقيه الزيت وخليت حبه بسيطه جدا اهو، بحمر التومه. انا مش عايزاها تتحمر قوي، عايزاها يعني تدبل بس تبقى حاجه بسيطه جدا، مش عايزاها متحمره قوي زياده عن اللزوم اهي. اهي بعد ما دبلت التومه وبقت لونها اصفر اصفريك اهو، هبتدي انزل بنقطتي معلقتين زيت بالظبط، خل زيت ايه معلقتين خل، شايفين الخل اهو شكشك. انا مش عايزه اكتر من معلقتين، يعني حاجه بسيطه جدا علشان خاطر ايه ما تبقاش زعقه معايا. معلقه ولا الثانيه، معلقتين كبار كده حلوين، هكون مقطعه الطماطم عندي كيوبسات صغيره مكعبات صغيره، انا عايزه الطماطم كلها مكعبات ببذرها بقشرها بكل حاجه عادي ما عنديش اي مشكله. هبتدي انزلها على التومه علشان تتسبك تتسبك، خدتوا بالكم انتم من الحته دي؟ هنسيبها بقى تتسبك مع بعض كده اهو،
وهنرجع نشوف هنحط التوابل ايه، وهنحط معجون الصلصة ازاي، وهنعمل الكلام ده كله. كده اهو ابتدت الصلصة بتاعتنا تتسبك، شايفين شو عامل ازاي. هنعمل ايه ده بس ضعيفة. هننزل بنص معلقة كمون ومعلقة ملح وربع معلقة فلفل اسود ونص معلقة من الكزبرة. هننزل بالبهارات ديت على الطماطم، وهنزل بمعجون الصلصة برضو هو كده. هو بجيب بقى ايه، بمصمص الصلصة اللي موجودة هنا بشوية مية، وبنزل بيهم مع الصلصة تكمل بقى بقية التسبيكة بتاعتها، ونرجع نشوف هنعمل ايه. بصوا كده خلاص الصلصة اتسبكت وبقت زي الفل. هنبتدي بقى نرص رقات البتنجان والصلصة وندخلها الفرن كده تتشمع مع بعض، ونرجع نشوف هتبقى شكلها النهائي عامل ازاي. هنا بقى هو عندي الصينية وعندي الصلصة وعندي البتنجان والبطاطس والفلفل. هنبتدي نرص بقى البتنجان في الصينية. اهو كده اهو. وفلفلايه كده ومعاها كبش بطاطس كده. وابتدي اخد من الصلصه، هجيب معلقه تانية عشان المعلقه دي مش هتنفع. هبتدي بقى اجيب كده هو وارش صلصه. ابتدي ارص بقى لغايه لما اخلص الصينيه كلها خالص. كده انا اهو رصيت الصينيه المسقعه، بصوا حلوه ازاي. هدخلها الفرن يا دوب تاخد لون كده تحت الشوايه، وبكده يبقى عندي احلى صينيه مسقعه ارتاحي. كده المسقعه معانا خلصت. كنت اتمنى ان كلكم تكونوا معايا والله، وناكلها سوا كلنا. ابهريهم وجننيهم وزي بعض واكليهم. كنت معاكم شيماء ايمن، اتمنى الوصفه تكون سهله وعجبتكم. باي باي. اهلا وسهلا بيكم، معاكم شيماء ايمن، والنهارده هنعمل محشي كرنب. واو المحشي ناس كتير جدا 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 بتستصعبه، بس معايا ان شاء الله هيبقى سهل، وهنعمل الخلطه هتاكلي صوابعك وراها، وهتخلي الناس يقولوا لك ايه ده انت عامله فيها ايه. يا رب تستفيدوا من الفيديو، وان كنت اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. ويلا بينا نشوف ايه هي طريقة الكرنب بتاعت شيماء. اولا وانا بشتري كرنب، انا رحت دلوقتي للخضري ورايح اشتري كرنب، اولا لازم اشتري كرنباية يكون ليها قاعدة وتبقى مبططة شوية. ليه؟ علشان تبقى مهوية، لان المدورة ديت بتبقى مليانة ورق، وساعات بتبقى مزرعة، وساعات بتبقى ما تعرفيش تفكيها. تاني حاجة بقى، ودي حاجة مهمة جدا، انا بحب الكرنب الدبلان، ما بحبش الكرنب اللي لسه طالع من الارض وورقه ناشف قوي، بحس انه هو بيتكسر مني. فانا بحب الكرنباية اللي هي الدبلانة دي، يعني لما بلاقي الكرنباية دبلانة انا عكس الناس كلها اقوم شاريها على طول، بحس ان هي بتتفكك بسهولة حتى لو هي مكبسة، بحس ان هي بتتفك بسهولة. بصوا هعرفكم الطريقة بتاعت الكرنب ازاي نسلقه وازاي.
طبعا انت بتجيبي اخضر ابيض، ده ذوق ويرجع لكم حسب كل واحد وذوقه. هجيب السكينة، بصوا انا هقرب لكم شوية، هجيب الكرنباية اهي، تعالوا كده، هجيب الكرنباية وهقوم عاملة بالسكينة كده، هي دخلت اوي. بصوا ماشية داير ما يدور عشان اطلع الراس دي اهي، بصوا طلعت. سهلة جدا مفيهاش أي حاجة، يارب تكونوا شايفين. أهي الكرومباي، بصوا قورناها بالمنظر ده. أطبل عليها أسمع صوت كده إيه بتطبل، ما تبقاش مكتومة قوي. اه بالمكتومة بتبقى بتطلع ورق كتير، بس بيبقى صعب انها تكسرها. جيبيها لو انت عايزة تجيبيها مدورة، جيبيها دبلانة هتبقى حلوة. هنعمل ايه؟ تعالوا كده، هنجيب حلة فيها مية مغلية، وهنجيب كمون، هنحط حبة كمون ما نكترش عشان ما تمررش. طب ليه الكمون دوت؟ علشان خاطر الانتفاخات بتاعه الكرنب. هنقوم حاطين الكمون، وبحط معلقه زيت، معلقه صغننه. طب ليه الزيت؟ علشان لما الورق ينزل يبقى فيه لمعه كده، ويبقى ما يلزقش في بعض. يعني لما اجي افك الورق واقطعه واحطه فوق بعض وارصه بيلزق فيه. وهقوم نازله بالكرنبايه بعد ما بشطفها، بعد ما بشطفها بقوم نازله بيها كده اهو زي ما هي، مجرد انها تدبل، انا مش عايزه اكتر من كده. يا رب تكونوا شايفين كويس. تالي كده علشان تشوفوا، شايفين؟ ما بحطش ملح. تعالوا لي بقى اهي، ما بحطش ملح، الملح بيجلد معايا الكرومب. في ناس بتحب تحط ملح، بس انا احط ملح ليه؟ ما انا الشوربه فيها ملح والخلطه فيها ملح، احط ملح في الكرومب ليه؟ هيجلده. فانا مش عايزه الكرومب يبقى مجلد معايا وانا باكله، انا عايزاه يبقى بيتقطع بسهوله. فمش هحط ملح، هحط حبه زيت وحبه كمون بس. بصوا الكرومبة خلاص كده، هو من هنا هو دبلت، هقوم انا قلباها بالمنظر ده كده. على وشها، بصوا الكرومبة ايه دبلت معايا خلاص، انا بدلقها بقى على وشها عشان ايه تبتدي تتفكك من بعض. وهجيب صينية وهحط فيها الكرومب، اهو شايفين الورق بيتفكك، انا مش عايزاه يتهري، هو مجرد كده ما طلع خلاص. شايفين؟ ببتدي احط بقى ايه ورق الكرنب اللي بيطلع دوت في صينية. دي اسهل طريقة للكرنب. اسهل طريقه لسلق الكرنب. تبقي عارفه بقى مقاس الحله بتاعتك وتجيب الكرنبايه قدها، ما تجيبيش كرنبايه اكبر. حسيتيها انها نيه شويه، مفيش مشكله ان انت تدلقيها في الميه كده. بحط بقى ايه الكرنب كده اهو،
الكرنباية التانية اهي، انا هجيب السكينة، انا قربتها هنا علشان الاولانية انتوا مشفتوش، هنغزها كده واقوم عاملة زي مربع كده اهو، واحاول افكها كويس يعني في المربع دوت، اوصل للاخر علشان تتفكك مني وانا بسلقها عشان الورق ما يعصلكش. ببتدي بقى افك كده اهو، اهي طلعت بكل سهولة اهي. اشوف من هنا هو لو لسه فيه هنا اللي هي بقية الراس، ببتدي اشيلها عشان تفك معايا سهلة. يعني انا عندي مثلا لو الحله بتاعتك صغيره جيبي كرومبايتين احسن ما تجيبي كرومبايه كبيره وتحتاسي ما تعرفيش، عايزه تفككيهم وتسلقي ورقه ورقه ما فيش مشكله، بس انتوا طلبتوا مني عايزين اسهل طريقه للكرومب، فانا هقول لكم اسهل طريقه بالنسبه لي. خلاص انا هنا هو دي عايزه تشال شويه، المهم ان احس ان الورق يعني بصوا بصوا مفيش حاجة من الراس، هشطفها بالحنفية كده هو، وهقوم حطاها في المية بتاعتي. اهو بصوا اهي، دقيقتين وهقلبها الناحية التانية دقيقتين وخلاص، قعدت معايا 5 دقايق وحسيت ان هي خلاص استوت، على طول مية من الحنفية اشطفها، ما قعدتش معايا كتير وحاسة ان الورق يعني الى حد ما البخار اللي بيطلع بقعد اقلبه كده يمين وشمال لغاية لما تكمل سواها. بصوا دي اتهرت مني للأسف، شايفين مش هتبقى حلوة، انا عايزاه نص سوا شوية. مبدئيا انا كده خلاص خلصت الكرومب بتاعي، كل كرومبايه لو انا عملت اكتر من واحده بخليها في طبق، ما بحطش الكرومب اللي اتعمل الاولاني مع الكرومب التاني، لان الكرومب الاولاني لما انا قلبته خلاص والبخار بتاعه كمل بقيه سواه خلاص استوى، لما هاجي هعمل تاني واحط ده على ده، طب ما اللي قبل كده استوى خالص كده هيتهري مني، لا كل كرومبايه خليها كده ايه في طبقها. تاني خطوه هجيب البصل، يعني وانتي بتنقي جيبي الكبير عشان تقطعي 5 6 بصلات وخلص الموضوع على كده. انا بجيب البصل كبير ده للمحشي، على كل كيلو طماطم بحط كيلو بصل، يعني انا لو عملت 2 كيلو طماطم بحط 2 كيلو بصل. اولا بيزود بدل الرز بيبقى البصل اكتر وبيبقى طعمه حلو جدا في المحشي وبيدي تيست رائع. هقطعه في الكبة، وفي نفس الحلة اللي انا سلقت فيها الكرنب بشطفها وبنزل بالزيت والبصل، وبعمل معاها قرن فلفل حامي زي ما تحبي، يعني شوفي انت عايزه تحطي فلفل حامي عايزه تحطي فلفل مكبب حطي الاثنين زي ما تحبي، انا بفرمهم مع البصل وهنشوف دلوقتي. مبدئيا كده البصل خلاص فرمناه وخليت جزء ما حطيتهوش في الحله، هحط عليه حبه فلفل اسود وهسيبه علشان ما يصننش، لان انا هحطه مع المحشي ني، وهجيب الجزء الثاني. انا ما بحطش سمنه في قلب المحشي، ليه ما بحط السمنه؟ في ناس بتحط سمنه وتحط ليا وتحط الكلام ده، اولا بيجليط، انا مش عايزاه يجليط، انا عايزاه يبقى فاكك كده وحلو. بصوا البصل اهو بيتحمر، هنسيبه يتحمر وبعد كده ايه هرجع لكم اقول لكم هنعمل ايه. والبصل دوت احط عليه فلفل اسود ما انساش علشان ما يصننش معايا. حطينا خلاص الزيت، انا بعمل المحشي بالزيت ما بحبش اعمله بسمنه خالص ولا بليه ولا بالكلام ده خالص، اللي حابب
هو حر، بس انا المحشي لما بيبرد وانا عاملاه بسمنه بحس ان هو، خصوصا في الشتاء والكرنب ده شتوي يعني، بحس ان هو قفش كده، فانا عايزاه ايه يبقى كويس يعني، يبقى فاتك. وكده بقى بنحمر البصل. الزيت مش عايزاه كتير قوي علشان ما يعني ما يعومش كده على على يعني، مش عايزاه كتير خلاص. عايزاه الزيت يا دوب كده اهو. وحطينا البصل التاني عليه حبة فلفل اسمر صغيرين جدا، وهقلبهم ده عشان خاطر ما يصننش. خلاص هنيجي بقى لمهمة تقطيع الكرنب. هنعمل ايه؟ خدت الكرنب جبت مقصي، تعالوا بقى هنا كده، تقطيع الكرنب جبت المقص بتاعي، وهقوم قطع كده اهو. ما عندكيش مقص وعايزه تعملي بالسكينه مفيش مشكله. خلاص شلت البتاع ده، شايفين؟ بصوا الورقه اهي انا قصيتها، هقوم عامله ايه؟ لو متنيه افرديها، المهم هي كده. هقوم بقى ايه برماها. خلاص بعد ما برمتها بشوف انا عايزه حجم الصباع، حجم ال بتاع قد ايه، فانا مثلا عايزاه الحجم ده، هقوم قصه كده واقوم قصه كده. خلاص انا كده ايه، اجيب طبق بقى ابتدي ارص الكرنب بتاعي. ده ما برمهوش، هوريكم هنعمل بيه ايه دلوقتي. هجيب واحدة تاني اهي، وهقوم جاية بالمقص. المقص ده طبعا بتاع اكل، مش بنعمل فيه اي حاجة تاني، وهقوم برماه كده 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 اهو. وهقوم شايفة انا الحجم بتاعي قد ايه، انا عارفة بالوايم فبقص، انتي مش عارفة قيسي اهو. خلاص كده المحشي بتاعي، بصوا مفيش اسهل من كده. هجيب تاني واحدة وهبتدي اقص الورق ده كده، وهقوم زي ما انا جايباها من هنا هو، هقوم برماه برماه برماه. شايفين بعد ما اتبرمت بالمقص؟ بعد ما بخلص الكمية كلها هقوم بقى ايه فتحاها كده وقطعها الحجم اللي انا عايزاه، وقطع فوق بعض. ورص بقى ايه فوق بعض. بصوا انا بس ايه عشان ما اطولش الفيديو عليكم، انا ايه بشوف الحجم اللي انا عايزاه ايه، شايفين؟ بس بجيبه كده وبقعد ايه اقطع، بتبقى سهلة جدا. خلاص بصوا اهو، وعندي بقى العروج ديت ببتدي اقطعها كده ايه مربعات بالسكينة، اقطعها كده حتت ايه صغيرة عشان هحطها في قعر الحلة. بصوا
والحاجات الوحشه ديت بنشيلها. بقى انا كده عندي ايه اللي هو هيتحط في قعر الحله. طب ليه يا شيماء ما بتحطيش ورقه سليمه؟ علشان خاطر لما وانا بسوي ما يتوزع درجه الحراره ما يطلعش معايا واحده واحده والشوربه تنزل وتسوي كله، والطبقه اللي انا بحطها في قعر الحله دي عشان تحميها لي انها ما تشطش، والباقي خلاص برميه، او لو انا عايزه احتفظ بيه وبعمله مخلل هبقى اعمله لكم برده. انا ليه بعمل اتنين؟ علشان خاطر انا بزود في الطماطم وبزود في الكرنب علشان لما اجي اعمل المره الجايه تبقى سهل. هقطعه وهلفه، مش هقطعه كده مجرد ان انا هعمله رول وهشيله في الفريزر، ونص الصلصه دي برده هشيلها في الفريزر، بحيث ان انا لما اجي اعمل المره الجايه اقطع الخضره واقوم حطها على الصلصه والرز وابتدي اعمل الخلطه بتاعتي، يبقى انا جاهز، يبقى سهل بالنسبه لي المحشي. يعني انا بعمل مره بتعب فيه والمره الثانيه ما بتعبش فيه. انا البصل عندي خلاص كده اتحمر، انا ما بحمرهوش قوي، بصوا شايفين انا ما بحمرهوش قوي، يا دوب بس يعني يبتدي ايه تحس ان هو ابتدى يدبل. بضرب الطماطم بتاعتي في الكبه، ما بضربهاش في الخلاط، انا عايزه الطماطم بتاعتي قطع. بصوا انا عايزاها كده، هضرب بقى كميه الطماطم كلها وهرجع لكم. بعد كده هو خلاص هي اتسبكت اهي نص تسبيكه، بنزل بمعلقه سكر كبيره، معلقه سكر، ودي عشان تعادل الحموضه بتاعه الطماطم وتديها طعم حلو جدا. وهبتدي اوطي على الصلصه، لما بنوطي على الصلصه الزيت بيعوم على الوش كده وبتسبك وبيبقى ليها طعم احلى كتير من لما بتكون على نار عاليه. الكرنب التاني خلاص لفيته بس ما رصتهوش، وبغطيه بستريتش وبشيله في الفريزر، بيقعد معايا بقى، ممكن اخليه لرمضان، ممكن اخليه في الاسبوع الجاي جالي ضيف مفاجئ، اي حاجه، المهم بس ما يغيبش كتير. يعني الكرنب بالذات ما يقعدش اكتر من اسبوعين ثلاثه، شهر بالكتير قوي في الفريزر. وبلم بقى الباقي وبكده. بصوا بقى، بصوا الطماطم شايفين؟ شايفين اتسبكت ازاي؟ والزيت اهو عام على الوش وتثبت معانا. احنا حطينا السكر، هنحط الملح، بستخدم جزء وبشيل جزء برضو في الفريزر مع الكرنب. الكرنب بصراحه لما انا بشيله في الفريزر انا ما بحتفظش بالعروش بتاعته واقطعها كده، انا الخضره بيبقى فيها عروش، لما باجي اقطع الخضره بيبقى فيه نصها كده عيدان من غير ورق، بغسل العيدان ديت وبرصها في الحله وبرص بعديها الكرنب، يعني عشان بس ايه ما تاخدش مني مساحه في الفريزر. بس احنا حطينا الملح، هنحط فلفل اسمر، بصوا مش كتير عشان ما تغمقش الصلصه مني، وهنحط حبه كمون برده مش كتير، كتر التوابل بتمرر الاكل يا جماعه، بصوا يعني حاجه لا تذكر. وهحط كزبره، الكزبره اللي ممكن تبقى شويه مش كتيره قوي برده، بصوا اهي كزبره، نحاول ان احنا ما نزودش في التوابل علشان خاطر طعم المحشي يبان. يعني انا برش شويه نعناع، اللي حابب يحط، اللي مش حابب ما يحطش، انا بحب النعناع جدا مع المحشي. محشي الكرنب ما بيتحطش معاه توم، هو بصل بس.
الثوم بيتحط مع ورق العنب. هعمل لكم برضو بعد كده خلطة ورق العنب، لأن ليه تركات كده لازم نخلي بالنا منها. حطينا كده، وبجيب الخضرة بتاعتي. أنا بعمل حزمة بقدونس، حزمة شبت، وحزمتين أو ثلاثة كزبرة. أنا بزود الكزبرة شوية. هاخد كبشة وهحطها كده هو مع الصلصة، وهخلي الباقي في قلب في قلب المصفى، وهبتدي ايه ادي غلوة بريحة الخضرة دي. الخضرة دي لما بتاخد غلوة كده، الله يمسيها عزة صاحبتي قالت لي حطي حبة خضرة وانتي بتسبكي الطماطم، هتديكي ريحة وطعم، وتبقى ليها كده تست تاني خالص. يعني بجد يعني عجبتني جدا. المهم الطماطم ما تبقاش، بصوا الطماطم انا مش عايزاها معصوره، انا عايزاها حتت كده. تاخدي صباع المحشي تلاقي حته طماطم مع حته بصل مع حاجه تانية خالص. يا جماعه ده محشي يا جماعه، احنا عندنا عيد النهارده. الخطوه دي واحنا بعد ما نزلنا الخضره، بنزل بالبصله النيه اللي فيها الفلفل الاسمر. لو انتي مستكتره البصل حط البصل اللي يناسبك، انا ما عنديش مشكله، بس انا عن نفسي واحنا بنحب يعني بنحب المحشي كده اهو. البصله النيه دي بقى بتدي تست حلوه قوي، اللي هي مش يعني مش متحمره في الزيت يعني. وفي نفس الوقت برضو بنقلل الزيت عشان كميه البصل ما تاخدش الزيت كتير. ببتدي انا ايه بسيبها تدي غلوه مع نفسها تاني. بصوا بصوا كده اتسبكت على نار واطيه. اهم حاجه النار الواطيه دي بتخلي طعم التسبيكه فظيعه. معلقه السكر مهمه جدا. طماطم ما تبقاش مضروبه قوي في الخلاط او في الكبه، تبقى قطع على قد ما نقدر، او ابشريها يعني، بس بلاش تعبي نفسك لو ما كانش اضربيها وخلاص يعني. بصوا بصوا مسبكه ازاي، شايفين حمرا ازاي؟ كل ما بتتسبك طبعا كل ما بتحمر، كل ما بتبقى فظيعه. انا كده بالنسبه لي خلاص التسبيكه بتاعه المحشي خلصت. هنعمل ايه؟ هشيل جزء العيبه اللي انا قلت لكم عليها علشان خاطر المحشي التاني. وانا بصور الحته دي منوره، ف هي دي احلى حاجه. بصوا هبتدي بقى اشيل ايه من التسبيكه ديت في قلب علبه، وبشيلها في الفريزر. وناخد بقى ايه من الزيت اللي على الوش ده، عشان ايه لما نيجي نعمل برضو المره الجايه يبقى حلو كده. انا هشيلها في الفريزر مش في التلاجه، فمش هتفرق معايا بقى البخار يطلع البخار ينزل اهو، ومعايا الكرومبه التانيه، يبقى انا كده ايه ضمنت حله محشي. مجرد انها تتلف في اي وقت انا مزنوقه وخلصت. المحشي التاني بصوا انا كده خلاص الصلصه اتسبكت. بعمل ايه؟ بجيب الرز بحط حوالي كوبايتين رز. انا ما بغسلش الرز يا جماعه، في ناس هتستغرب هتقولي ايه ده ما بتغسليش الرز، اقول لهم لا ما بغسلش الرز، احنا قفلنا عليه النار خلاص. انا ما بديش للرز غلوه، انا قفلت عليه بس انا حطيته والتسبيكه سخنه مولعه. طب ليه حطيت الرز الاول؟ علشان يشرب من الصلصه وهتبقى حمرة جدا. بصوا حطيت حوالي كوبايتين رز، وبعد ما كده هسيبه في الحله شويه اهو. انا لما بغسل الرز، تعالوا لي بقى هنا كده، سلقير. انا لما بغسل الرز في ناس بتحب تغسله، اغسليه، بس انا عن نفسي لما بغسله بحس ان الرزايه بتعجن مني سنه،
بالاضافه لانها يعني ما بتمصش الصلصه كلها، انا عايزاها في نص الصلصه جدا جدا جدا. وبعد كده هقوم نازله بالخضره بتاعتي. بعد ما حطيت الصلصه اهي، بصوا بصوا خلاص كده اهو، احط الخضره بتاعتي على قد ما انا بقى ايه حابه، حبه خضره كتير اوكي، حبه خضره قليله اوكي، بس زي ما انا ما اقولكم انا بزود الكزبره عن الشبت وعن البقدونس في خضره المحشي. خلاص انا كده بقلب اهو الخضره بتاعتي مع ال، وكده نبقى جاهزين للف. كده خلاص حلوه قوي. الخضره التانيه برضو عايزه اشيلها في الفريزر اوكي، عايزه اشيلها في التلاجه، انا بحطها في علبه فيها مناديل زي علبه الصلصه كده، بحط فيها مناديل وبحط فيها الخضره بتعيش معايا لاي حاجه بقى، عندي سلطه، عندي اي حاجه عايزه احط تحتها خضره، كفته بتاع اي حاجه يعني ايه بتنفع جدا طبعا. خلاص انا كده خضره المحشي والمحشي جاهز معايا، شايفين يا جماعه بصوا، انا مش بحبه مش احمر، لازم يكون احمر ويكون كده اهو، بصوا شايفين بصوا بقى انا كده ايه الحلة بتاعتي هي دي اللي انا سلقت فيها الكرومبة وشطفتها وعملت فيها التخديعه بتاعت البصله وشطفتها، وفي العادي انا ما بشطفهاش لما باجي ارص بصراحه، بس علشان ايه تصوير كده وحركات انا نظيفه. شطفتها برضو، بس هي خدوا بالكم هي مشطوفه يعني مش مغسوله قوي. ببتدي اعمل ايه، انا باخد شويه خضره بحطهم في القعر. عايزه اقول لكم الحركه دي بتدي تيست رهيب، وبنزل بالكرنب اهو، شايفين بيبقى كده. بس نخلي بالنا ان وانا بحط الخضره لازم تبقى هي اللي تحت، ليه؟ عشان الخضره لو هي اللي فوق مع الشوربه هتلاقيها عامت والصباع هيبقى فيه خضره كتير، فانا ايه حبها كده اهو. خلاص بعد ما رصينا خلاص الكرنب بتاعنا، هبتدي بقى بصوا الصلصه بتاعتي عامله ازاي، شايفين هي بتبقى ده المنظر بتاعها. لو حسيت ان هي عايزه صلصه تاني بصوا انا بوريها لكم اهي، حاجه بقى فظيعه، محشي رهيب، اتحدى اي حد يعمل المحشي دوت. لو هي عايزه معلقتين صلصه حطي معلقتين صلصه، وهقول لكم برده التركات. احنا دلوقتي عندنا اهو الكرنب، بصوا بقى وانا برص الحله بتاعه محشي الكرنب، انا مش عايزه الحله متسنتفه بالسنتوفه، لا يعني وقت ما ايدك تحطي الصباع المحشي حطيه، بلاش الحنتفه اللي هو يبقى مترص بقى كله رص رص رص، لا انا عايزاه يعني الى حد ما منعكش. طب ليه منعكش؟ علشان لما الشوربه تنزل ما يطلعش معايا واحده وواحده، يبقى كل المحشي وصل له شوربه. بصوا انا ببتدي الف وبضغط ما اخليهاش سايبه عشان ما يفكش مني صباعه، شايفين شايفين، بس ثواني بقى خلاص كده ايه انا بلف. هو لو في رز وانا بضغط هتلاقيه طلع من الجنبين، طبعا هي المحشي ده عايز قعدة يعني، بس ايه ربنا ما يحكم عليكم. والله يا زمن زرعنا الشوك، معايش الدور بقى يا جماعة، انا عاملة لهم محشي النهاردة بقى، بصوا يعني حدث ما بيحصلش اصلا اصلا في العادي، عشان تبقوا عارفين ما بسلقش كرومب في البيت. انا عندي بجيبه جاهز بصراحة، لكن لاجل عيونكم
سلقته، هو سهل طبعا جدا وكل حاجة، بس يعني مش دعوة بالبق اللي انا قلته ده. كأنكم ما سمعتوش حاجة. بس انا بجيبه عشان انا كان في واحدة بتعامل معاها لما كنت بطبخ، وكانت بتعمل لي هي الحاجات دي، فكانت مضمونة انا عارفاها يعني، ف مش اي حد برضو نروح نشتري منه. والله الموضوع سهل جدا، بس هو بس ايه، عملية تعود. بصوا انا بكلمكم اصلا في ال5 دقايق دول. بصوا رصينا حبة، هنكمل بقى وايه، وهوريكم بقى التركات بتاعة التسوية. هنكمل وهوريكم التركات بتاعة التسوية. بصوا انا عايزة اوريكي حاجة. بصوا انا هقرب للكاميرا، شايفين صباع المحشي لو ما كانش محمر كده من بره وتحسيه احمر، ما مش هيبقى حلو. خلي بالكم من الحتة دي، يعني زودوا الصلصة شوية يا جماعة. توصوا توصوا. بصوا الشوربة ابتدت تغلي، هقوم نازلة عليها بمكعبين مرق الدجاج، وهنزل عليها بكبشة صلصة. تمام، وهناخد برضو كبشة من الصلصة ديت هنحطها على المحشي. بصوا المحشي ما شاء الله، الف هنا على قلبي انا. بصوا لازم الشوربه تكون بتغلي يا جماعه، لازم. الشوربه اهي غلت، هقوم قافله عليها وهقوم حاطه الشوربه. اخلي بالي وانا بحط الشوربه، اول حاجه لازم تكون مغليه، تاني حاجه اقلب كده عشان اشوف الشوربه وصلت لتحت ولا لسه. اقوم حاطه شوربه تاني. ورقه الدجاج ما لسه ما دابتش، فهدوبها معاكم. حتة مرق الدجاج خلاص انا ما حبكش يعني. طيب انا دلوقتي بحط الشوربة لغاية فين؟ بصوا الشوربة عندي لو انا عملت كده بالمعلقة هتبان اهي، لو عملت كده هتبان. انا عايزة الشوربة كده، مش عايزة الشوربة لغاية الاخر علشان ما يعجنش مني، انا عايزاه كده هو. وهقوم عامله ايه بقى، الصلصه يا اما حطيناها على الوش يا اما حطيناها مع الشوربه. انا بحب الصلصه شويه، فهقوم ايه موزعه حبه كده على الوش، بيبقى شكله حلو. انتوا شايفين ولا ايه؟ وبسيبها تغلي. واحنا بنسوي المحشي لازم اوسطن الحله، ما ينفعش تبقى النار جايه على جنب وجنب، لا لازم اوسطن الحله. وكل شويه اقعد ايه اهزها كده، كل شويه اقعد اهزها كده واسيبها بعد ما تغلي خالص واحس ان مفيش ميه، هبتدي وابتدي بقى ايه بالمعلقه كده هو عشان اوسع للشوربه. ابتدي كده اهو، عشان انا عايزه الشوربه توصل لكل المحشي علشان خاطر يستوي. مش عايزاه بس يفك مني، بس هو ايه زي ما انا ما بقول لكم كده اهو، موسطه حله المحشي واسيبه يغلي.
كده خلاص سوينا المحشي، طالع معانا اهو بسم الله ما شاء الله تحفة. ليا ملاحظات اتمنى ان انتوا تاخدوا بالكم منها. وانا بشتري الكرومبة انا بحبها بيضة، وانا بسلقها اسلقها كويس مهريهاش وما طلعهاش نية. بعد كده هو بحط سكر في قلب الصلصة، والصلصة تكون مضروبة بالكبة مش معصورة خالص. وانا بعمل البصل على كل كيلو طماطم انا بحط كيلو بصل، دي حاجة اختياري طبعا مش مجبرة انك تعمليها، ممكن تحطي نص ممكن تحطي ربع على حسب ما انت بتحبيه، بس انا عن نفسي بحبه كده. وبحط الخضرة، بزود الكزبرة، بحط معلقة سكر في الصلصة، بوطي على الصلصة وانا بسبكها، البهارات ما تكونش كتيرة علشان ما تضغيش على طعم المحشي. واحنا بنسوي نوسطن الحلة، الشوربة يدوب تبقى على قبل العقلة الأخيرة، اقعد اهز في الحلة كل شوية وانا بسوي اعلي لغاية لما تشرب الشوربة، وانا بقعد اهز علشان خاطر ما يشطش، وفي الاخر بقوم حط على عين واطية بعد ما تتشرب المية خالص، بقوم موطية النار ونقلاها من النار ديت على النار تانية. معانا الرز الباقي دوت مش برميه، انا بجيب كوساية بقطعها ترانشات، وبجيب فلفلاية حمرة وخضرة وبقطعها ترانشات، وبجيب بتنجانية وبقطعها وبسويها زي المحشي بالظبط، بس في حلة. انا باكل الرز التاني ده اكتر من المحشي نفسه. المحشي اهو شكله حلو، بحط ممكن معلقه سمنه بلدي او زيت على حسب ما تحبوا، انا عن نفسي ما حطيتش اي حاجه، اكتفيت بالزيت اللي انا حطيته في البصل في الاول. بحط البصله النيه بحبه فلفل اسمر مع الخلطه، وخلي الخلطه حمرا ما خليهاش بيضه علشان خاطر يطلع معانا المحشي كهرمان بالمنظر دوت. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، وباي باي.